الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع تعميم معرفي يقدم في تاريخ الفكر الاقتصادي History of Economic Thought، عنوان المدرسة الكلاسيكية وعلى وجه الخصوص آدم سميث أو Classical School آدم سميث، وعلى بركة الله نبدأ. يجمع مؤرخو الفكر الاقتصادي على أن الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث كان رائداً للفكر الاقتصادي الكلاسيكي أو ما يسمى Classical Economics، ويعتبرون مؤلفه الواسع والعميق ثروة الأمم، المختصر باللغة العربية ثروة الأمم، باللغة الإنجليزية كما كتب أصلاً Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation الذي نشر في العام 1776، يعتبرونه بأنه أساس الفكر الاقتصادي الحديث. تشكلت المجموعة الرئيسة لقادة الفكر الاقتصادي الكلاسيكي من آدم سميث، جين بابتيست سي، ديفيد ريكاردو، وتوماس مالثوس، وجون ستوارت ميل. تراقت المدرسة الكلاسيكية بواسطة أفكار جديدة شكلت مفارقة وانقطاعا تاما مع الأفكار السابقة، وذلك بتبني فكرا علميا خالصا ينطلق من بدهيات وافتراضات ونظريات فاعلة في تفسير الواقع الاقتصادي وحل مشاكله. يمكننا تلخيص الفكر الكلاسيكي تحت العناوين العريضة الآتية: أولا، دراستهم، أي علماء الفكر الكلاسيكي وفلاسفته، دراستهم للنشاط الاقتصادي بطريقة عقلانية نتج عنها صياغة نظريات بعينها كنظرية القيمة Theory of Value ونظرية العمل Labor Theory. ثانيا، دراستهم آلية السعر Price Mechanism باعتبارها أداة تعمل على تخصيص الموارد الاقتصادية Allocation of Economic Resources. ثالثا، دراستهم لكيفية تشكل الأسعار النسبية أو ما يسمى Relative Prices وأثر ذلك على النمو الاقتصادي ودراسة العوامل المؤثرة في توزيع الدخل. نبدأ حديثنا عن الفكر الكلاسيكي بدراسة فكر آدم سميث وكتابه ثروة الأمم، الذي ما زال الاقتصاديون وعلماء الاقتصاد عادة ينظرون إليه مصدرا للإبداع الفكري والإلهام النظري في علم الاقتصاد، لأن آدم سميث هو أبو الاقتصاد الحديث، حتى ولو قلنا عنه بأنه منظر رئيس للمدرسة الكلاسيكية. هذا هو آدم سميث، صورة له، من مواليد 1723، توفي سنة 1790. نتابع. ولد آدم سميث في قرية صغيرة من قرى اسكتلندا بريطانيا، نشأ يتيما قبل ولادته برعاية والدته المثابرة. وعملا بالممارسة التي سادت في أيامه، دخل سميث عندما كان عمره 14 عاما إلى جامعة غلاسكو بدعم من برنامج الابتعاث الذي خصصته الجامعة للمتفوقين فكريا. ثم دخل كلية بوليول في جامعة أكسفورد، وتخرج منها بمعرفة عميقة بالأدب الأوروبي، ثم عاد إلى جامعته الأولى غلاسكو حيث عين أستاذ كرسي في علم المنطق في العام 1750، ثم أصبح أستاذ كرسي في فلسفة الأخلاق مورال فلسفي في العام 1752، لكنه ترك العمل الجامعي في العام 1764 ليعمل معلما لدوق بروك ليتش اسكتلندا. ورافق الدوق في رحلته إلى فرنسا وسويسرا، فأتاحت هذه الفرصة لسميث أن يلتقي بفلاسفة من أمثال فولتير وروسو وكوينزي. هذا كوينزي هو رائد المدرسة الفيزيقراطية الذي قدمنا عنه مقطعا متكاملا، وتورغو. تابع. يقول سميث بأن سلوك الفرد الإنسان محكوم من 6 دوافع، هي: أولا، حب الذات self love، ثانيا، العاطفة sympathy، التعاطف المقصود بها، ثلاثة، الرغبة بأن يكون حرا the desire to be free، أربعة، الشعور بتوافقه مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع a sense of propriety، خمسة، عادة العمل habit for of labor، الشغل المقصود بها، ستة، وأخيرا، نزع نحو مبادرة الأشياء مع الآخرين propensity to truck، مقصود به هو أن يتبادل الأشياء مع الآخرين. هذه الآن صورة توضيحية للدوافع الست
دوافع النفس البشرية، الرغبة بالحرية، العاطفة، حب الذات، حب مقايضة الأشياء، حب العمل والتوافق مع عادات المجتمع. السائل طبعا يغدو الفرد حسب ما قول آدم سميث نتيجة لهذه الدوافع الحكم الأفضل على سلوكه، ولهذا السبب يجب أن يترك الفرد حرا في تحقيق ذلك بطريقته الخاصة واجتهاده الشخصي. وإذا ما ترك الفرد حرا في تحقيق كل هذه الدوافع فإنه حسب رأي سميث لا يحقق مراده فحسب، بل يحقق الصالح العام. ولأن دوافع الأفراد مختلفة فإنها ستكون متوازنة بالانس، نتيجة للعناية التي تقوم بها الطبيعة أو ما سماه آدم سميث النظام الطبيعي The Natural Order. احتوى ثروة الأمم، أي كتابه ثروة الأمم Wealth of Nations، 5 كتب تتحدث عن الإنتاج والتوزيع، وإشارة خاصة عن العمل ورأس المال والتنمية الاقتصادية وتاريخ علم الاقتصاد والتمويل العام أو ما يسمى باللغة العربية المالية العامة. وكان الكتابان الأول والثاني حسب رأي مؤرخي الفكر الاقتصادي من أهم الكتب لاحتوائها على موضوعات مهمة مثل تقسيم العمل ونظرية القيمة والأسعار والأجور والأرباح. متابع، يرى سميث بأن عاملين اثنين يحددان حصة الفرد من الدخل الوطني هما إنتاجية العمال productivity of labor ونسبة العمال المنتجين في المجتمع إلى غير المنتجين the proportion in which productive labor stand to non-productive labor. سأوضح ما المقصود بغير المنتجين. تعتمد إنتاجية العمل أو العامل على تقسيم العمل، أما العمال غير المنتجين فقد قصد بهم آدم سميث أولئك المنشغلين بالخدمات. وقد توافقت هذه الفكرة الأخيرة مع ما ادعاه الفيزيوقراطيون حول الإنتاج الحقيقي المفيد، وهو اختلاط قوة العمل مع الأرض. رأى سميث بأن إنتاجية العامل من تقسيم العمل تعود إلى الفوائد المجنية من تقسيم العمل نفسه، وهي 3: الأولى ارتفاع مهارة العامل ومهنيته، الثاني زيادة في الوقت المدخر من قيام العامل بكل الوظائف المطلوبة في إنتاج السلعة، الثالثة والأخيرة اختراع الآلات وتطويرها، ما يؤدي إلى توفير في ساعات العمل وتحسين في نوعية المنتج. وقال سميث بأن تقسيم العمل محدد بمدى السوق نفسه، أي شموليته وشمولية اتساعه، المقصود الآن عن مدى السوق المقصود فيه شمولية هذا السوق واتساعه، ويمكن تحقيق الفوائد الكاملة لتقسيم العمل بواسطة توسيع السوق أو مثلا market widening. هذا ملخص أولي فوائد تقسيم العمل: زيادة في مهارة العامل ومهنيته، زيادة في الوقت المدخر من قيام العامل بكل وظائف المطلوبة في إنتاج السلعة، اختراع الآلات وتطويرها ما يؤدي إلى توفير في ساعات العمل وتحسين في نوعية المنتج. نتابع حول نظرية القيمة Theory of Value، فقد كانت نظرة سميث إلى السوق وآليته ثاقبة وعميقة، وقد قاده فهمه للسوق للتأمل في كيفية عمل السوق وتحليل طبيعة القيمة والفاليو، أي قيمة السلعة أو الخدمة، وتبنى فكرة أن القيمة الطبيعية لأي شيء تقيس كمية العمل المستخدم في صناعة ذلك الشيء. يقول سميث بأن غنى الفرد الإنسان أو فقره يعتمد على كمية الأشياء المفيدة التي يستطيع الحصول عليها، وأن تقسيم العمل ينفع الفرد بمقدار ما يقدمه من عمل وهو شيء قليل، لكن ثروة الفرد تعتمد على كمية العمل التي يقدمها آخرون وتكون تحت سيطرته. بمعنى آخر أنه يتحدث عن رب العمل، كلما زاد عدد الأشخاص الخاضعين لرب العمل معنى ذلك بأن هنا تزداد ثروة هذا رب العمل. القيمة في التبادل value in exchange لأي سلعة يمتلكها الفرد تساوي كمية العمل التي يمكن شراؤها، واستنتج من ذلك بأن العمل هو المقياس الحقيقي لكافة السلع القابلة للتبادل. هذا ملخص ثاني لأفكار آدم سميث: القيمة الطبيعية لأي شيء تقيس كمية العمل المستخدم في صناعة ذلك الشيء، العمل هو المقياس الحقيقي لكافة السلع القابلة للتبادل، الفائدة المشتركة من التخصص والتبادل. نتابع، وظف سميث مصطلح القيمة في سياقين مختلفين هما
القيمة في الاستعمال use value or value in use، وهي قيمة تدل على مدى المنفعة المستمدة من السلعة. المعنى الثاني القيمة في التبادل value in exchange or exchange value، وهي القوة الشرائية الكامنة في السلعة في حالة تبديلها بسلعة أخرى، أي عند استخدامها كنقود سلعية في المقايضة. وقد لجأ هذا سميث إلى توظيف المتناقض الظاهري paradox، التي تقول بأن قيمة الماء في الاستعمال تكون عالية جدا لكن قيمتها في التبادل تكون منخفضة جدا، أما قيمة الماس diamond في الاستعمال فتكون منخفضة جدا لكن قيمته في التبادل تكون عالية جدا. وهذا المبدأ هو الذي ألهم اقتصاديي العقود اللاحقة في تطوير نظرية المنفعة utility والمنفعة الحدية أو ما يسمى marginal utility. القيمة في الاستعمال وقيمة التبادل، يعني هذان مصطلحان استخدمها آدم سميث هنا، السرعة عندما نستخدمها، وهنا قيمتها في التبادل. نتابع. يقول سميث بأن السعر السوقي للسلعة في اقتصاد يستخدم النقود كوسط للتبادل لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة. السعر السوقي كما يظن لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة بسبب آلية الطلب والعرض، وأن الطلب الفعال على أي سلعة منتج المقصود به ليس فقط الرغبة بها بل الطلب عليها مدعوما بالقدرة على دفع ثمنها قد يفوق ما يعرض من السلعة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة، وهذا الارتفاع يذهب كمكسب إضافي إلى المنتج أو المنتج عفوا. لكن هذا الوضع لا يدوم طويلا لأن الربح العالي يعمل على جذب منتجين جدد إلى الصناعة أو اللي هي يعني النشاط الصناعي المعني. تعمل الزيادة في عرض السلعة بسبب ذلك على تخفيض سعرها، إذ من الممكن أن يكون انخفاض في سعر السلعة إلى أقل من القيمة الحقيقية لها. هذا مختصر آخر في اقتصاد نقدي قد لا يعكس السعر السوقي للسلعة القيمة الحقيقية للسلعة نفسها. السعر الطبيعي هو السعر الذي يقع في المركز وتنجذب إليه بقية القيم أو ما يسمى بالسعر التوازني أو equilibrium price. نتابع. يتعرض القارئ في ثروة الأمم للعديد من التعريفات لنظرية الأجور لم يتطرق إليها مفكرون من قبله ولم تتوافر في كتب أخرى. تتلخص أفكار سميث حول هذه النظرية في أن الأجور تعتمد على الطلب والعرض للعمالة. من الأفكار المميزة التي طرحها آدم سميث حول الأجور ما سميت نظرية صندوق الأجور أو wage fund theory، ومفادها يتحدث عن كم أي مبلغ الأجور الواجب تقديمه للعمال بما يتناسب مع توقعات رب العمل اللي هو الرأسمالي عن حجم المبيعات من إنتاجهم. وليس من المتوقع حسب النظرية أن ترتفع الأجور إلا إذا ارتفع مقدار رأس المال الذي يملكه الرأسمالي من الصناعة التي يعمل فيها العمال لديه. وقد رأى سميث بأن الرأسمالي يوفر المعدات والآلات المناسبة للعمال وأماكن سكنهم وغذائهم. بالمقابل يحدد رأس المال من الادخار، وقد افترض سميث بأن هناك مبلغا ثابتا في صندوق الأجور الذي يديره الرأسمالي يخصص لدفع الأجور، ولأن الإنتاج يحتاج إلى زمن كاف كي يتحقق على أرض الواقع يعني بأن العمال سيحتاجون توافر كمية إنتاج في فترة سابقة كي يؤمن لهم الرأسمالي الملابس والسكن والطعام اللازم وأشياء أخرى كي يتمكنوا من زيادة الإنتاج ثم بيعه من قبل الرأسمالي والادخار منه وهكذا. هذا ملخص آخر نظرية أجور الكفاءة، هذه النظريات الخمسة التي تناقضت مع بعض البعض في ثروة الأمم: نظرية أجور الكفاءة، نظرية الإنتاجية، نظرية التفاوض، نظرية البواقي، نظرية صندوق الأجور. نظرية أجور الكفاءة بمعنى آخر الرأسمالي لا يعطي العمال إلا أجورا تكفيهم ليقيموا أودهم فقط حد الكفاءة. نظرية إنتاجية بأن الأجور تعتمد على إنتاجية العمال. نظرية التفاوض الآن الأجور تتحدد من خلال التفاوض بين قوى العمل وأصحاب رأس المال أو يعني أصحاب المنشآت. نظرية البواقي بأن الآن عندما يقتطع رب العمل ورأس مالي ربحه وكل كلفة رأس المال والمخاطرة فما يبقى هي عبارة عن أجور. نظرية صندوق الأجور قدمنا لها هنا قبل قليل. نتابع.
رأى سميث بأن النقود المتأتية أنا آسف هنا غلطة طبيعية، المتأتية من عوائد العمليات الإنتاجية تتوزع كما يأتي الآن. تذهب هذه النقود إلى أجور وأرباح وإيجارات، طبعا الإيجارات هنا رنس هي العائد على شيء غير إنتاجي أصلا. بمعنى آخر عندما يمتلك شخص أرض و يعني يؤجرها إلى غيره يتلقى إيجارا عليها، هذا طبعا مقابل عمل غير إنتاجي. المنتج هو الذي طبعا الذي يخرج من الأرض وله قيمة سوقية، فهذا هو مقابل إنتاج. لكن النقود التي تذهب لمالك الأرض هي تأتي على شكل إيجارات مقابل عمل غير إنتاجي. يعود معظم قوة العمل إلى الأسرة household باعتبارها العارض الرئيس لقوى العمل الإنتاجية، ما يعني بأن دخل الأسرة household income يعتمد على معدل الأجور وساعات العمل التي يشتغلها العامل في الإنتاج. أما الدخل من الممتلكات income from property للأسر التي تمتلك شيئا منها فيعتمد على نوعية رأس المال الداخل في الممتلكات والأرض المملوكة من الأسرة وأسعار عوامل الإنتاج التي تمثل هذه الممتلكات. قدم سميث 4 نظريات في الإيجار تناقضت كل واحد منها مع الأخرى، ويعود أصل مفهوم الإيجار إلى الفكر السائد في أيام سميث، ومفاده بأن الإيجار جاء كنتيجة طبيعية بناء على متطلبات مالك الأرض. أي مالك الأرض الآن، يعني أعود إلى تعريف الإيجار، ليس أجرة مكان أجرة محل، هون الإيجار هو العائد من شيء قدمه هذا المالك، يعني قطعة أرض أجرها لآخرين، الآن الآخرون يستفيدوا منها من إنتاجها، لكن العائد إلى مالك الأرض وهي إيجار الأرض هذا مقابل عمل غير إنتاجي. فهنا يعود أصل مفهوم الإيجار إلى الفكر السائد أيام سميث، ومفاده بأن الإيجار جاء كنتيجة طبيعية بناء على متطلبات مالك الأرض، ثم احتكار الأرض وفرق التمايز differential advantage، التمايز بين الطبقات اللي يملكون والذين لا يملكون، ونعمة الطبيعة بمعنى آخر قوة الأرض الآن إذا كانت خصبة أو غير ذلك. عرف الربح سميث، طبعا عرف سميث الربح بأنه الإيراد الذي يتأتى من مخزون رأس المال للشخص الذي يدير هذا المخزون أو يوظفه، ما يعني بأن الربح من وجهة نظر سميث هو مجموع العائد على رأس المال الذي خصصه الرأس مالي سلفا، والتعويض عن المخاطر التي يتحملها هذا الرأس مالي. نتابع الآن. تميز سميث بغزارة كتاباته في المجال الاقتصادي، وكان من أشهر أفكاره ما كتبه حول التمويل العام أو المالية العامة باللغة العربية، وصياغته مبدأ قواعد الضريبة. فقال في هذا السياق بأن الضريبة يجب أن تكون متساوية يقينية سهلة التحصيل وغير مكلفة. دافع سميث عن التجارة الداخلية لظنه بأنها أكثر إنتاجية من التجارة الخارجية، ويعود السبب في ذلك حسب رأيه إلى أن رأس المال الموظف في التجارة الداخلية يشجع ويدعم قدرا أكبر من العمالة المنتجة محليا، ويؤدي إلى زيادة الدخل الوطني أكثر مما لو كان استثمار في التجارة الخارجية. وعلى الرغم من ذلك يؤكد سميث بأن التجارة الخارجية تؤدي دورا مهما في الاقتصاد الوطني، لأنها تفتح أسواقا يباع فيها الفائض من إنتاج المحلي، وتعمل على توفير الفرص لتشغيل رأس المال الفائض عن حاجة الاقتصاد الوطني. يقول سميث بأن النظام الطبيعي أو natural order الآن هو القانون الطبيعي المقصود فيه، قانون ليس من صناعة الإنسان، هو يعني ما بني عليه الإنسان، لكن القوانين الوضعية كما نسميها positive law اللي صاغها الإنسان عكس natural law. هذا natural law أو natural order النظام الطبيعي يسمح بثلاث وظائف مناسبة للحكومة: أولا الدفاع وصد أي عدوان خارجي، 2 بناء وصيانة إدارة للعدل، 3 صيانة المرافق العامة التي لا يستطيع شخص أو مجموعة القيام بها بسبب قلة الربح المتحقق منها. بمعنى آخر الآن يقول سميث أنه لا دور للحكومة إلا فقط في هذه الوظائف الثلاثة، أي أن الأمن الداخلي والخارجي والأشغال العامة والتعليم هي المهام الرئيسة للحكومة، وكل نشاط آخر يجب أن تتولاه ما يسمى اليد الخفية، المصلحة الخاصة invisible hand كما سماها سميث، وهي بحث الفرد العادي والمجموعات الخاصة عن مصالحهم الخاصة في إطار القانون الطبيعي وليس سلطة الحكومة. هاي الآن رسم التوضيح على اليد الخفية، أن المنافسة تقلل الأسعار، كل فرد أو مجموعة خاصة تبحث عن الربح، كمية الإنتاج بتكون أكثر،
نوعية الإنتاج بتكون أكثر، وهنا عدم تدخل الحكومة يؤدي إلى كل ذلك. نتابع، يقول سميث بأنه إذا كانت المنافسة والتجارة والحرية والتخصص في الإنتاج مرغوبة داخل حدود الوطن، فيجب أن تطبق هذه المبادئ على المستوى الدولي. ما يعني بأن سميث عارض العقيدة التجارية أو المركنتالية بشكل واضح وجلي، خاصة حول ما يتعلق بالتجارة، ويضيف بأنه لن تكسب الدولة إذا قامت بصناعة أي شيء يمكن استيراده من الخارج بسعر أقل، شيء منطقي طبعا. ومن وجهة نظره لم يعمل الدعم الذي تقدمه الحكومة في تلك الأيام طبعا لبعض الصناعات، ولن تؤدي الرسوم والتعريفات الجمركية التي تفرضها الحكومة إلا التأثير بالإسراف الممارس في الإقصاد في تلك الأيام. وكان مقتنعا في أيامه بأن غياب التعريفات الجمركية والرسوم على البضائع ودعم التجارة والصناعة يدفع كل أمة نحو التخصص specialization في الصناعة التي تجد نفسها مؤهلة وأفضل من غيرها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أحبتي أن أكون قد قدمت الفائدة المرجوة لكم جميعا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر مقطع. المقطع القادم في تاريخ الاقتصاد سيكون عن روبرت مالتوس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.